حسني عطية سمانة. أنا حسني عطية سبالة، مستشار المرشح فريد زهران، مرشح لرئاسة الجمهورية 2024. النهاردة بعون الله وبفضله تمكنا من إنهاء كافة أوراق اللازمة للترشح، وتقدمنا بها للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تسلم الأوراق. الترشح خدت وقت قد ايه؟ ما فيش، تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق يعني على أقصى تقدير. الهيئة الوطنية وأعضائها كان في قمة التعاون النهاردة؟ في قمة التعاون وفي قمة الأخلاق والنبل والكرم وكل حاجة، شيء جميل. هو بس شوية الزحام، الصحافة والتصوير وكده، إنما الهيئة كانت يعني على مستوى راقي كما هو معهود دائما برجال القضاء المصري. تشلنا الحملة من كام يوم، وهنبدأ بقى على أرض الواقع وفقا للجدول الزمني المعد. بعد يعني هو المفروض وفقا للجدول تبدأ الحملة رسميا أو الحملات في تاريخ 9 نوفمبر، وتنتهي اللي هو الصمت الانتخابي يوم 8/12 قبل الانتخابات بيومين، وشغالين ان شاء الله على الحمله. وطبعا يعني حمله كبيره موجهه لكل فئات الشعب، واحنا ما فيش اي يعني لا خلافات ولا صراعات سياسيه، احنا لسنا في صراع صفري مع احد، انما احنا في صراع تنافسي. ادعو كل الناخبين للنزول، احنا بنسعى لاقامه حياة ديمقراطية سليمة، ونسعى لانتقال آمن وهادئ للسلطة في مصر، وده كله لن يتم إلا بحشد جماهيري كبير. وأدعو الناس لعدم يعني العزوف كما هو العادة عن الانتخابات الرئاسية. الانتخابات السنة دي لها شكل آخر تماما، وإن شاء الله ننتظر الشعب ويدعم المرشح فريد زهران، رجل له تاريخ سياسي تقريبا يمتد لـ50 عام على الأقل، وكل طوائف الشعب. وزي ما قلت، احنا لا نسعى، لسنا في صراع إطلاقا مع أحد، إن لسنا في صراع صفري، إنما هو صراع تنافسي. احنا أحد مكونات الحركة المدنية، وطبعا الحركة المدنية بتتكون من 12 حزب، احنا أحد مكوناتها وأحد الأحزاب الرئيسية فيها، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.